كانت قوات الشرطة القضائية التابعة لفرع مكافحة الهجرة الغير الشرعية عبر البحر من مصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لعملية إبحار سري انطلاقا من شاطئ مولاي بيغور لمجموعة من الأشخاص رجال نساء وقصر، وغير بعيد عن شاطئ مولاي بيغور تم توقيف مركبة من نوع رونو سامبول مرقمة بترقيم ولاية مستغانم على متنها 4 أشخاص ينحدرون من ولاية مستغانم تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة. في ذات السياق تم استلام مجموعة أخرى متكونة من 8 أشخاص، 4 منهم من جنسيات مغربية والباقي من جنسية جزائرية، أحدهما قاصر ينحدرون من مدينة مستغانم. تم توقيفهم في عرض البحر من طرف القوات البحرية لحرس السواحل كانوا على متن قارب مزود بمحرك.